سينما مسرح. والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور حنان في مسلسل سلطان الغرام؟ خالد صالح، طارق لطفي، ومايا نصري؟ هي مرات أشرف زكي، محمد أشرف. روجينا. روجينا إجابة صحيحة. خطفت مني المعلومة. مرات أشرف زكي نقيب إيه؟ الممثل المصري. نتيجة اتغيرت، 25 جلوري المحلة، 80 ستيم كفر الشيخ. عشان كده كويس قوي ان انتوا تركزوا في الكلام اللي انا بقوله، كلمة واحدة تخليكوا تاخدوا القرار وتجاوبوا صح.